دلوقتي بقى هنشرح مع بعض تحلل الضوء. تمام؟ ايه ده يا ميس؟ انا شايف حاجه غريبه جدا كده، في الوان كتير قوي ها على السي دي، صح كده؟ في الوان ياما. اولا انا عندي ضوء ابيض دلوقتي، نزلته فين على السي دي دي، عملت ايه؟ بص الالوان اللي طلعت، بص كام لون، بص بص ها، ايه رايك؟ زي قوس قزح كده، صح؟ طب تعالي نشوف يا ميس ايه الظاهره دي وايه اللي خلاها عملت كده. تمام؟ واضحه كده؟ طيب يبقى دلوقتي هنشتغل مع بعض تحلل الضوء. بيقول لي ان الضوء الضوء الابيض، الضوء الابيض بيتكون من 7 الوان. ايه ده، معقوله؟ اه، الضوء الابيض اللي احنا بنشوفه بتاع اللمبه ده كده متكون من 7 الوان. طب بيطلعوا امتى ال7 الوان دول؟ قال لي اول حاجه عندي منشور بالشكل ده، تمام؟ ممكن نرسمه بشكل اوضح شويه. المنشور عامل كده. ايه ده يا ميس؟ ده منشور اسمه منشور زجاجي. اسمه ايه؟ منشور زجاجي، تمام؟ تبقى حاجه كده شكل المثلث يعني، اسمه منشور زجاجي، اللي هو شبه دي كده، كأن دي عملت عمل المنشور يعني، اتفقنا؟ اللي بمجرد ما بينزل عليها الضوء الابيض بيبدا يخرج منه 7 الوان، شايفينهم؟ تمام يا ميس. طب المنشور ده قال لي ده مجسم ليه قاعدتين على شكل مثلث، تاخدوه انتوا تقريبا في الرياضه. طب المنشور الزجاجي بيعمل ايه؟ قال لي المنشور الزجاجي بمجرد ما بيسقط عليه الضوء الابيض بيخرج منه 7 الوان، بيتحلل 2 3 4 5 6 7. يبقى الضوء الابيض من خلال المنشور بيبدا يخرج كام لون؟ 7 الوان. يبقى المنشور الزجاجي فايدته ايه؟ يستخدم او اداه تستخدم لتحليل الضوء الابيض لكام لون؟ 7 الوان، الى 7 الوان. يبقى اداه تستخدم لتحليل الضوء الابيض ل7 الوان. طب ميس انا كده فهمت، يعني نعتبر ان دي كانها زي المنشور. بص عندك في الكتاب اهو، ادي المنشور اهو، شايفه؟ ده المنشور، بيبقى شبه المثلث بالظبط، تمام؟ اهو واضح. بمجرد ما دخل الضوء الابيض خرج منه كام لون؟ 7 الوان. انا بقى مش عندي منشور دلوقتي، فما بمثلها لك على السي دي دي اهي. الضوء الابيض اهو فوقينا نازل على الايه؟ على السي دي، عمل لها كام لون؟ خرج منها كام لون؟ 7 الوان. تيجي نشوفهم مع بعض؟ اه طبعا، يلا بينا. اول حاجه في الالوان دي احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. طب بالراحه كده يا ميس تاني، بص كده لو دققت معايا، دقق معايا كده، بص الالوان اهي، بص 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 الالوان اهي. لو هبتدي من الاحمر، احمر ها، احمر، برتقالي، باينه يا ميس ها، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي، وادي البنفسجي اهي، شايفينهم؟ يبقى دول ال7 الوان بتوعي اللي بيتكونوا من الضوء الابيض. يبقى الضوء الابيض يتكون من كام لون؟ 7. مين هم؟ احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. طب حضرتك ليه كاتباهم متاكده على الالوان قوي؟ لاني لازم احفظهم بالترتيب. يبقى اقرب لون لراس المنشور، المنشور الزجاجي اللي عمل الحاجات دي، اقرب لون مين؟ قال لي الاحمر. طيب ابعد لون او اقرب لون للقاعده بقى، اقرب لون لقاعده المنشور، اللي هو ابعد لون لقاعده المنشور، اقرب واحد للقاعده من تحت مين؟ البنفسجي. يبقى اقرب لون كان الايه؟ لراس مين؟ المنشور اللي من فوق، يبقى مين؟ الاحمر. واقرب لون للقاعده كان مين؟ البنفسجي. فهمت كده؟ تمام. يبقى ما فائده المنشور الزجاجي؟ يعمل على تحليل الضوء الابيض الى 7 الوان، يعمل على تحليل الضوء الابيض الى 7 الوان. طب جه قال لي في الامتحان الوان 7 يتكون منها الضوء الابيض. الالوان ال7 اللي بيتكون منها الضوء الايه؟ الابيض. قال لي مين؟ الوان الطيف. اسمها ايه؟ الوان الطيف.
اكتب المفهوم العلمي. الالوان السبعة التي يتكون منها الضوء الابيض تبقى مين؟ ها؟ الوان الطيف. اسمها ايه؟ الوان الطيف. طب اداة تستخدم في تحليل الضوء الابيض لكم لون؟ الى سبع الوان. مين يا ترى؟ المنشور الزجاجي. المنشور الايه؟ الزجاجي. تاني اسمه ايه؟ المنشور الزجاجي. اسمه ايه؟ المنشور الزجاجي. تمام يا ميس. طيب حضرتك فاكرة ممكن برضو يجي في الامتحان يقول لي كده الكلام واضح؟ ظاهرة طبيعية. كلمة ظاهرة طبيعية يعني حاجة بتحصل مش بإرادتك انت، بإرادة الله. ظاهرة طبيعية تظهر في السماء، بين في السماء أثناء أو عقب سقوط الأمطار. مش ساعات كده وانت ماشي في الشتاء وبعد ما الشمس تبدأ تطلع بتلاقي ان في ألوان اتكونت على الأرض كده مختلطة بالمية، وتحس ان في ألوان ملونة في المية، أو بنشوفها في السماء ألوان كتير كده بألوان الطيف. ده اسمه قوس قزح. اسمه ايه؟ قوس قزح. يبقى الظاهرة الطبيعية دي نقول عليها ايه؟ قوس. ها؟ قوس قزح. قوس قزح يعني اللي بيبدأ بالألوان، وده برضو ألوان الطيف السبع اهو. بص كده ادي قوس قزح اهو، شايفه؟ تمام. ده بيظهر اهو، باين هنا اكتر كمان في ألوان الطيف. تمام؟ باينة كلها لما الدنيا بتبقى فيها شتاء. طب ميس ايه اللي حصل؟ ممكن تفسري؟ اهو بيقول لي علم. هفسر لك دلوقتي ايه اللي حصل. نرى قوس قزح في السماء بعد سقوط الامطار. طب ميس اشرح بقى. بيقول لي ان قطرة المطر نفسها هي هي المنشور. ايه ده، معقولة؟ ان قطرة المطر عاملة شبه المنشور بالظبط، اول ما بيعدي فيها ضوء ابيض بيتحلل لسبع الوان. بقوله لان قطرة المطر اهي، لان قطرة المطر تعمل عمل الايه؟ المنشور. تعمل عمل المنشور او مثل المنشور. عملت ايه؟ تحلل ضوء الشمس لسبع الوان. صعبة؟ تاني نرى قوس قزح في السماء. ادي المطر اهي، دي نقطة المطر اهي وهي نازلة. بالصدفة ضوء الشمس دخل في قطرة مطر فعدى منها، فمجرد ما بيدخل ضوء الشمس في قطرة من الماء بيطلع منها سبع الوان. يبقى معنى كده ان قطرة الماء عملت كأن نفسها كأنها مين؟ المنشور. يبقى قطرة الماء تعمل عمل المنشور فتحول الضوء الى سبع الوان. هي كده تمام؟ كده تمام يا ميس، فهمنا كل اللي حضرتك قلتيه. هنبدأ بقى نحل تدريبات كتاب المدرسة مع الجزء ده. تمام؟ المادة التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. المادة اللي مش بتعدي الضوء من خلالها كانت مين؟ كنا نحلها هنا مع بعض. المادة التي لا تسمح كده، ده كتاب المدرسة موجود في سلاح التلميذ يا شباب. لا ده الأضواء، كتاب الايه؟ الأضواء. هنحل منه تدريبات كتاب المدرسة. أكمل. مادة التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها، يبقى رقم ألف المادة الايه؟ المعتمة. رقم ب، عند النظر إلى قلم وضع جزءا منه في كوب ب ماء نلاحظ ظاهرة الانكسار. القلم يمر الضوء بسهولة في من خلال المادة الشفافة. تمام. رقم د، ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح. ارتداد يبقى انعكاس. انعكاس. رقم ه، المادة التي يمكن رؤية الأشياء خلفها بوضوح، الشفافة. ها لحد كده في حاجة صعبة؟ تمام. يلا نكمل. اكتب المفهوم العلمي. المساحة المظلمة التي تتكون خلف جسم يسقط عليه الضوء. المساحة المظلمة قلنا تبقى مين؟ رقم ألف ها؟ الظل. رقم ب، طاقة يمكن رؤيتها. طاقة يمكن رؤيتها. الطيف المرئي. تمام؟